ناسهم بعد هذه السنة. نعم. حسيتوا أن القوى السياسية استجابت لمطالبكم، رضخت؟ لا والله أستاذ، شنو؟ طيب. بالتومينية زين؟ ماكو، تومينية ماكو. شنو؟ بالعاقلين الخريجين لو شغل ماكو، لو أزواجنا خلصت كليات هسه تبيع جزاير براتب دفير زين؟ أنا زوجي مقدم طلعوا هيجي بس نقلوه، هذا طلع تقاعد وهو 15 سنه ما ادري 14 يعني حسب سنة. كلامك شنو تقولين؟ بس وعود فقط، وعود تخديريه لا اكثر. نعم زين، ولا اخذنا السلف، السلف اللي اخذناها قال يا هسه احنا عبالنا خلصت، رحنا نريد نشوف ايش قد طلعت بعدها على حطيتها، قال 11 سنه وعلى حطيتها. على حطيتها 11 سنه. لا مو احنا تحطمنا هالسلف اللي اخذناها تقشمرنا بيها، تقشمرنا بها السنه بندفع يعني وما ونقول عن على حطيتها.